مساء الحب والجمال وكل التحيات الطيبة على مشاهدينا الكرام. بنوجه ليكم كل تحية والحب ونبدأ معاكم. مساء الفل يا شيرين. مساء الخير يا أستاذة، مساء الخير على حضراتكم. إن شاء الله يوم سعيد مشرق ومنور ومليان خير ودفى زي جونا النهاردة، ونبتدي بسم الله أول كلامنا وأول أخبارنا في حلقة النهاردة من السفيرة عزيز. خبرنا النهاردة من أرض الفيروس، سينا الحبيبة، واللي قدرها إنها كانت دايماً من مدن خط المواجهة مع العدو، وأيضاً دورها كان الدفاع عن مصر. الأرض الطيبة والناس الشجاعة والطيبين، دلوقتي خلاص زمن الأفعال مش الأقوال، ومن حقهم أهالي سينا إن إحنا نسلط الضوء ونكثف المجهود من أجل التنمية. النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اصطفاف المعدات المشاركه في تنفيذ خطه الدوله علشان تنميه واعمار سيناء، وكان ده بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. سياده الرئيس قال في كلمته ان بعد التضحيه اللي قدمها اهالي سيناء مش هنقول لهم متشكرين، مش هنقول لهم متشكرين بالكلام، لا، اللي فاتكم واللي جايكم تاني. اوعوا تفتكروا ان بعد التضحية اللي قدمها اهالي سينا احنا هنقول لهم متشكرين كده وخلاص، لا، احنا هنقول لهم متشكرين بالاهتمام والعمل اللي هيقوم بيه اهالي وابناء سينا، هم اللي هيشاركوا في ارضهم وكل التنمية اللي هتحصل عندهم. اوعوا تفتكروا، ده سيادة الرئيس اللي بيقول، اوعوا تفتكروا ان احنا هنرضى باللي كان موجود قبل كده. الحقيقه كلام مهم، واعتقد اهالي سينا كانوا محتاجين يسمعوا التاكيد ده من القياده السياسيه. الرئيس كمان اضاف خلال تفقد المعدات المشاركه في تنفيذ خطه الدوله لتنميه واعمار سينا ان الفتره القادمه سوف تتحرك الدوله المصريه بخطه تنميه كبيره جدا لتنميه هذه المنطقه الغاليه من ارض مصر، وهتحتاج جهود مكثفه من الجميع علشان نروح نتائج أفضل والتنمية أوسع. وضح الرئيس أن هناك معدلات عمل وتنفيذ كبيرة جدا عشان أهالي سيناء يحسوا أن الدولة المصرية بتشتغل بهمة، لأن ما بقاش في عذر خلاص لعدم وجود مؤسسات الدولة داخل سيناء، سواء من جيش وشرطة أو غيرهم من المؤسسات. وشير كذلك الرئيس إلى أن الشرطة والجيش أصبحا متواجدين في سيناء أكثر من أي وقت سابق من أجل الأمن والاستقرار. الرئيس تابع وقال كمان ان احنا واحد، وما ينفعش نقول اهالي سينا كانهم يعني مش جزء من ارض مصر. اكد على ان دي ارضنا ولازم نخلي بالنا منها ونموت عشانها. فالفكره كلها ان انا عايز اقول لكم ان الفتره الجايه دي احنا هنتحرك ان شاء الله بخطه كبيره قوي، محتاجين جهدكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس اهالينا في سينا، تحسس اهالينا في سينا إن الدولة المصرية بتشتغل بهمة، لأن ما بقاش في عذر بقى. ولا يا محمد؟ مش كده؟ ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم، لا للدولة ولا مؤسساتها، ما بقاش في عذر إن الشرطة ما تبقاش موجودة في 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 وبكثافة أكبر من اللي كانت موجودة قبل كده، لتحقيق الأمن والاستقرار، أجهزة الدولة كلها بالكامل، تعليم وصحة وغيره. مطلوب انها تبقى موجوده بكثافه اعلى مما كانت عليه، لان الاعاقه اللي كانت موجوده قبل كده نتيجه الارهاب والعمليات اللي بتتم، احنا المحكمه نقلناها الاسماعيليه لما حصلت الحادثه اللي فاتت، ربنا يرحم الناس كلها. فمش عايز اطول عليكم، بشكركم وبشكر اهالي سينا تاني. احنا واحد. مش عايزه يعني انا ما يصحش اقول اهالي سينا، لان انا ما بقولش اهالي الاقصر ولا اهالي اسوان، لكن ساعات لما بيكون عندهم بنقول كده، احنا واحد، احنا مصريين ودي بلدنا ودي ارضنا، نخلي بالنا منها ونموت عشانها. شكرا جزيلا. كل الحب والتقدير لكل ابناء سينا الغاليه. يا رب كل العمار كمان يتحقق على أرضها الحبيبة. لازم الإعلام الحقيقة أنه يشتغل مع الدولة ويسلط الضوء على مجهودات أهل سيناء، وإحنا في برنامجنا
سفيرة عزيزة، كنا استضفنا عدة مرات وتكلمنا عن المرأة السينوية ودورها الكبير لبلدها ومجتمعها، وده لأن برنامجنا يعني اسمه السفير عزيز. هنسيبكم دلوقتي مع جزء من الفيلم التسجيلي سيناء نبض وطن، اللي تم عرضه ضمن فعاليات تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء أمام السيد الرئيس. سيناء معبر الأنبياء، أرض الرسالات والتجليات الإلهية، بوابة مصر الشرقية ودرعها الواقي على مدى الزمان. شهدت أعرق الحضارات ودارت على أرضها ملاحم الخلود. ظلت فكرة إعمارها وتنميتها وربطها بقلب الوطن حلما يشغل عقول المصريين. لم يكن الطريق ممهدا، فهناك عقبتان كبيرتان: نقص التمويل والإرهاب والانفلات الأمني. إلى أن منح الله مصر قيادة واعية وضعت سيناء على قمة أولوياتها، عملت على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، كما تصدت للمخططات الإرهابية وأعادت الأمن والأمان لكافة ربوع سيناء. اللي بنعمله في سيناء من محاولة إن إحنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها، هو في الآخر أمر مستحق، تستحقه إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. لكن انا حبيت بس اقول لينا كلنا ان احنا مش عايزين، واحنا لان احنا كنا بنفتكر في كل واقعة استشهاد نفتكر الموضوع ده، الموضوع خلاص خلص، بس خلص بالثمن، ثمن كبير. وآن الأوان لتحقيق حلم التنمية بأكبر مشروع قومي في تاريخ مصر. البداية كانت بالاكتتاب الشعبي لحفر قناة السويس الجديدة، ليتم افتتاحها بعد عام واحد في ملحمة وطنية. تلك كانت شرارة الانطلاق لتنمية هذه البقعة الغالية، وما ارتبط بها من طرق وجسور وكباري ثابتة وأخرى عائمة، وأنفاق على أبعد الأعماق، ومشروعات استزراع سمكي كبرى على مساحة آلاف الأفدنة، تطهير للبحيرات بكراكات عملاقة. واشتملت مشروعات التنمية على العديد من المحاور، كان أبرزها مشروعات البنية التحتية العملاقة، والتي كانت على رأسها أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس، والتي تعتبر شرايين جديدة لربط سيناء بكافة أنحاء مصر، بالإضافة إلى إنشاء منظومة من الكباري العائمة التي تنتشر على طول المجرى الملاحي للقناة لخدمة المناطق التجارية الحيوية بين الشرق والغرب. ولأن الطرق هي الشرايين التي تبنى عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، فتم العمل على قدم وساق بإنشاء شبكة واسعة من الطرق الطولية والعرضية، فضلاً عن تطوير عدد من الموانئ والمطارات، أبرزها مطار البردويل الدولي وميناء العريش البحري. ودارت عجلة البناء على كل شبر في أرض سيناء، فتم إنشاء مشروعات إسكان جديدة تتضمن ثلاث مدن سكنية جديدة، وهي مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة رفح الجديدة ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد، بالإضافة إلى مشروعات إسكان اجتماعي بمدن شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلاً عن إنشاء 45 مشروعاً للتجمعات البدوية مصممة على أحدث التقنيات، فضلاً عن رفع كفاءة وإنشاء العديد من المدارس الجديدة والمعاهد الأزهرية، وكذا إنشاء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بأفرعها المختلفة بالطور وشرم الشيخ وراس سدر، وجامعة سيناء للعلوم والتكنولوجيا. وفي مجال الرعاية الصحية
تم إنشاء العديد من المستشفيات المركزية الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات الحالية والعديد من الوحدات الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية. ولأن المياه هي مصدر الحياة، تم إنشاء 22 مشروعاً جديداً لمحطات تحلية وتنقية المياه لتوفير مياه صالحة للشرب. وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل الدولة جاهدة على زيادة الرقعة الزراعية في وسط وشمال سيناء، والتي بلغت 500,000 فدان، خاصة بعد الانتهاء من أكبر مشروعين لمعالجة مياه الصرف في الشرق الأوسط، وهما محطة معالجة مياه المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي ساهمت في استصلاح وزراعة الأراضي الرملية وتوفير الآلاف من الأشجار المثمرة، ومزارع سمكية هي الأكبر من نوعها، تمثل نهضة كبيرة في مجال الأمن الغذائي. ملاحم من العطاء تتجلى في انطلاقة نوعية ذكية عبر إنشاء العديد من الصروح الإنتاجية، حيث تم إنشاء مصنع أسمنت العريش ومجمعات إنتاج الرخام والجرانيت بالجفجافة، فضلاً عن المنطقة الحرة شرق بورسعيد، والتي ستجعل من سيناء محوراً هاماً في التجارة العالمية والدعم اللوجستي لخطوط الملاحة الدولية، وساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل لأهالينا في سيناء. كل ذلك تحقق ومصر تحارب الإرهاب الغادر. موضوع الإرهاب الحمد لله احنا نجحنا بنسبة كبيرة جدا ان احنا نخلصه. لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على ان هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها. كنت في الأول أنا ذات نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني، لكن دلوقتي لأ، الدنيا أمان جدا، تمشي عادي، أنت مش خايف أصلا أنك تمشي. الأول كنت بتخاف ومفيش حظر دلوقتي زي الأول. لأ، هي بير العبد حاليا يعني أصبحت تمام جدا وكل الناس فيها بخير. زي ما حضرتك شايف الأولاد موجودين كلهم والأمور طبيعية في المحافظة، مفيش أي مشاكل من أي نوع يعني. النهاردة في مستشفى العريش العام يعني شهدت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت. الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري وبالوضع بقى جيد جدا، وإن زي كل المحافظات. كنت في 2014 و2015 كنت بنزل بتشاهد قبل ما انزل، عشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما. حاليا يعني العريش بدأت ترجع أحسن من الأول. بالأول كان ضرب نار باستمرار، وكانت برضو الوضع ما كانش أمان نهائي، كان خوف. أنا كنت في إسماعيلية وجيت استقريت هنا. هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد، ووضع البلد أحسن من الأول، وفي حالة تقدم في البلد. احنا في وضع أحسن كتير من سنة فاتت. الأمن الحمد لله استقر مش زي الأول الحمد لله. الحياة رجعت لطبيعتها، أنا بعتبرها 100%، وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله. وجاء التكليف من القيادة السياسية لدعم خطط التطوير الاستراتيجية لشمال سيناء بدفع مجموعات من المعدات والآلات، والتي ستشارك في مشروعات التنمية الشاملة لتحسين جودة المعيشة للمجتمع السيناوي وتغيير وجه الحياة في هذه البقعة الغالية من أرض مصر. سيناء ستظل حلم وطن يتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين وبإرادة شعبها وعزمه على قهر المستحيل. في فقرتنا النهاردة هناخدكم اللي بنبتدي بيها البرنامج مع ضيوفنا، هناخدكم في رحلة ثرية جدا عن الأدب والفن مع واحدة من اللي عصروا وشاركوا في هذا الزمن الجميل، صديقة أهم رواد القوة الناعمة في مصر، وكان ليها دور بارز جدا في الحركة الثقافية والأدبية من خلال صالونها الثقافي الشهير اللي كان بيحمل عنوان الشموع، وأيضا مجلتها الأدبية العظيمة اللي كان يعني يعني بتجمع كل ما يحدث في الوسط الأدبي والفني والثقافي. في الصالون بتاعها يعني كان الأدباء والسياسيين والفنانين
حريصين تماما على انهم يقضوا معاها ومن خلال هذا الصالون الجميل احلى الاوقات واحسن يحكوا احسن الذكريات ويناقشوا اهم القضايا الادبيه والثقافيه والفنيه في مصر. يعني كان حريصين كمان ان هم يحكوا معاها الذكريات اللي عاشتها معاهم واللي عاشتها في هذا المجتمع الثقافي العظيم. نتكلم في كتبها عن محمد عبد الوهاب، يوسف السباعي، احسان عبد القدوس، حتى الملكة فريدة. الدكتورة لويس لوتس عبد الكريم، دكتورة لوتس عبد الكريم هذه الأديبة والكاتبة القديرة بتشرفنا النهاردة في الاستوديو. يا دكتورة لوتس حضرتك مشرفانا ومنورانا وبنشكرك على انك يعني رغم انك انت لسه عاملة حادثة قعدتي بقالك في السرير 7 شهور الا انك كنت حريصة ان احنا معاكي نشارك في حواديتك وذكرياتك ومراحل المختلفة في حياتك. اهلا بيك يا دكتورة لوتس. اهلا بيك، ده الشرف ليا. اهلا بحضرتك دكتوره. يعني المشوار الكبير اللي حكيته او سردته الاستاذه في المقدمه وهي بتتكلم عن صالون حضرتك الادبي وعن ذكرياتك مع قمم في عالم الفن والادب والثقافه المصريه، اكيد كان في حاجات كتير، عوامل كتير شكلت شخصيه دكتوره لوتس من شبابها علشان تقدر تدير صالون ادبي فيه هذه الاسماء الكبيره اللي بنفتخر بيهم في مصر. النشأة كانت في اسكندرية والدراسة كانت الفلسفة. ايوه. التكوين الثقافي والأدبي ده لو ممكن حضرتك تحكي لنا بداياته وإرهاصاته كانت ازاي؟ في اسكندرية. بداياتي. ايوه. طبعا أنا اسكندرانية. ونشأت في الإسكندرية أمام البحر الجميل ودرست في جامعة اسكندرية. وكنت قسم الفلسفة. مش صعب قوي القسم ده يا دكتورة لوتس وانت شابة لسه صغيرة؟ لا والله الفلسفة بتفتح آفاق طبعا كبيرة قوي أمام أي حد بيطرق أبوابها. فأنا اتعلمت كتير قوي من الفلسفة وتعلمت الطريقة اللي بيها الفيلسوف ممكن يخاطب الحقائق. دكتورة لوتس يعني عايزة أقول إيه، في تاريخ العائلة بتاعتك في أسماء بارزة. حضرتك خالك كان مين؟ أفندم. خال حضرتك كان مين؟ خالي. أيوة. خالي أمين باشا عثمان. مش ده ليه قصة تم اغتياله واتهم فيها من ضمن المتهمين يعني الرئيس أنور السادات؟ أفندم يعني أمين باشا كان ليه قصة في اغتياله. طبعا انه ده تم اغتياله وتم اتهام الرئيس أنور السادات انه احد اللي شاركوا في هذا الاغتيال. تم اتهامه لكن ما ثبتش. لم يثبت ذلك. يعني كانت في مؤامرات تانية كتير. وفي والد حضرتك كان ايه، كان بيشتغل ايه؟ والدي كان استاذ لغه انجليزيه في جامعه في اسكندريه. في اسكندريه. البحر بقى، حضرتك بتقولي اسكندريه على البحر، البحر بقى اداكي يعني فرصه انه هذا البحر الممتد امامك، انك انت التخيلات والابتكارات والتفكير. الحقيقه يعني البحر كان له دور كبير قوي، احنا كنا بنسكن على البحر. وبعدين أنا كنت أطلع من الجامعة كمان على البحر. جامعة اسكندرية. وكانت لسه بقى يعني ما كانش فيه، ما اتسعتش كانت قوي، كان فيه بس كلية الأداب والحقوق. فكنت أطلع من، كنا أحيانا المحاضرات ناخدها على شاطئ البحر. الله إيه الدلع ده. فكنا نطلع مثلا قسم، الأقسام كانت قليلة. يعني أنا مثلا قسم فلسفة. قسم فلسفة ده كان 9 بس. تسع أشخاص. أصله قسم صعب كمان. فالأستاذ ياخدنا ونقعد على البحر على الصخور ونتناقش
ونضحك ويعني ونمزج العلم بالفكاهة وبالفلسفة بكل شيء يخلينا نحبه. النشأة في مدينة فيها ثقافات، اسكندرية كان فيها ثقافات كتير مختلفة. كان فيها جنسيات كتير، كانت مدينة خليط من الثقافات، مدينة ثقافية بمعنى الكلمة بالظبط. والبحر كل ده خلى شكل أكيد شخصية حضرتك. ثم سافرتي، قبل ما تسافر معلش يا شيرين فضل. قبل ما تسافر فكان زميل الدراسة معاكي، ما أنا لسه هقول يا أستاذ أنا افتكرت كان في... قبل ما تسافر يعني كان في قصة حب ربطت حضرتك بزميلك وخدتكم رحلة الحياة لأنكم تسافروا برة وتزوروا أكتر من بلد أوروبية. ما كانتش قصة حب، كانت زمالة، مجرد زمالة وشوق مني أنا لتغيير الكون الحياة. أنا أحب أغير. خلاص أنا خلصت فلسفة واسكندرية، عايزة أشوف برة اسكندرية. لأن إحنا كنا أحيانا بناخد المحاضرات في البحر، فكنت أشطح وأشرد في الأمواج وفي البحر وأقول البحر ده بيؤدي إلى إيه وراء ايه. فكنت دايما وكنت دايما اقرا بقى طبعا عن الـ 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 البلدان اللي فيها الثقافه العاليه قوي. اشتقت ان انا اسافر، كانت امنيتي ان انا الف العالم، اسافر واشوف الناس دي تتعلم ازاي. كل الهدف كان العلم. ايوه. فارتبطتي بهذا الزميل الكويتي. ارتبطت بيه رباط يعني مش رباط حب، لا زمالة. زمالة. ووجدت فيه انه يعني هو بيلح، وانا كان صعب علي ان انا برضو اسيب بيتي وبلدي وبابا وامي لكن من شدة شوقي إن للتغيير قبلت. عايز يتجوزني، وقلت قلت واي نوت، مفيش بينا وبين بعض اي علاقه، لكن قلت هيقودني الى عالم كبير وغريب وهتعلم. وخدك يا دكتوره لوتس؟ طبعا خدك. خدك لفين بقى؟ لانه ده كان لسه يعني الكويت كانت صغيره وما كانتش فيه لسه علم كتير، وكانت بريطانيا بتحكم، وكانت البعثات يعني أي أول بعثة تطلع بريطانيا، فكانوا بيختاروا الناس اللي متعلمين اللي لسه مخرجين. فاحنا كنا من أوائل الخريجين. أنا مش كويتية، هو كويتي، واختاروا على إنه يطلع بعثة في إنجلترا. فروحنا لندن على طول، وأكسفورد. في جامعة أكسفورد؟ رحنا جامعة أكسفورد، اتعلمنا الأول طبعا يصلحوا لنا الإنجليزي الإنجليزي بتاعنا التعبان ده، يعني إلى أن أتقننا اللغة. وبعد كده دخلنا الجامعة، جامعة أكسفورد. جامعة أكسفورد لمدة سنة نتعلم فيها بس ازاي تـ تـ ازاي تـ ازاي ازاي تشربي العلم، ازاي تتعلمي وانت مش متضايقه. كانت الطلبه كلنا مختلفين عن بعض ومن اجناس مختلفه، كان الاستاذ يتكلم وهم يتكلموا معاه، ونضحك ويضحكوا معاه، ويقول لنا نكت اثناء المحاضره. واللي عايز يقوم مش عاجبه ياخد بعضه ويقوم من غير اذن. يعني كان نظام غريب. وطبعا بالارواب الجامعيه كلها لابسين، واللي يحب يحدد ميعاد معين بعد كده يقدر، واللي مش عايز يحضر خالص ما يحضرش. كانت في حريه مش تامه. مش يعني لون جديد من التعليم شفته انا في أكسفورد. قعدت في أكسفورد سنه. السنة الأولانية أتعلم الـ 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 الكلام ده. وطبعا أساتذتي كنت بعتز بيهم وبيعتزوا بيا قوي، لأن أنا كنت مقبلة جدا بشدة.
على تعلم اللغات. دي بايدينا ده لسه بقى احنا هنتكلم دلوقتي بقى على انجليزي يا دكتوره لوتس، لسه بقى الفرنساوي وغيرها. يعني اسمح لنا يا دكتوره ان احنا هنخرج فاصل دلوقتي فضل. وخلاله هنرفع اذان العصر وبعدين نرجع نكمل مشوار الجميل اللي عاشته الدكتوره شكرا. لوتس عبد الكريم. شكرا. فاصل ونعود. دكتورة لوتس حضرتك أخدتينا في رحلة لندن كده في وقت الدراسة، السنة الدراسية الجميلة المختلفة ومتميزة عن الشكل الجامعي أو الدراسي اللي احنا متعودين عليه. أيوة. قبل ما نروح على باريس، لأن أعتقد بعد كده برضو حضرتك رحت باريس. أيوة. قبل ما نروح على باريس، هل حقيقي ما قيل أن حضرتك قابلت الملكة إليزابيث؟ ده لازم لازم. تبدي طبعا. كان ايه ظروف يعني المقابله؟ ما هو في دلوقتي يعني فصلين. أيوة. انا لو رحت لندن الاول طالبه على اساس انه احنا كنا بندرس لسه. أيوة. بندرس وتكمله للدراسه، وبعد الدراسه التعيين. احنا تعيننا في لندن. زوجي تعين سفير وزير مفوض. وزير مفوض. كان وقتها السفارات لسه جديدة طبعا. البلد كانت ناشئة، الكويت كانت لسه في بدايتها. أول سفير للكويت. للكويت. فطبيعي السفير لازم يقابل الملكة. فهي الملكة كانت لها طقوس. يعني مثلا في القصر بتعمل الاحتفالية عشان تقابل الجداد، كل من يجد في العمل الدبلوماسي. فإحنا كنا من ضمن الناس الصغيرين اللي جم. كنا صغيرين قوي. يعني كنا حاجة وعشرين والناس التانيين كبار قوي ما شاء الله. فكانت هي يعني القصر، أنا بقى طبعا لسه مبهورة وبتفرج على الشجر وبشوف الناس اللي بيشتغلوا. يعني كل حاجه فيه كانت غريبه وجميله. فانما كنا بندخل طابور. كانوا بينظمونا كده يعني زي نص دايره. والملكه وبرنس فيليب يبتدوا ييجوا من اول الدايره عشان يسلموا علينا واحد واحد. دي حفله شاي. فلغايه ما توصل لغايتي مثلا وتسلم وتسالني كلمتين عشان ما تتعبش. لان احنا كتير قوي من بلاد كتيره. تتكلم معايا كلمتين وبعد كده يجي برنس فيليب يسلم. وهو بقى كان طبعا ساعات كان بيتضايق ان هي كانت بتسبقه وبتمشي قدام. حسيتي بالحكايه دي؟ طريقه الرجاله بقى. فبقى يحاول ان هو يمد عشان خاطر يبقى في مساواتها ويسبقها ساعات. واحنا نضحك. ده من ضمن الحاجات يعني المفارقات. لكن هي ما كانتش تتكلم اكتر من كلمتين او ثلاثه. وسيده عاقله جدا جدا جدا. وجميله. وكل كلامها كان حكمة. كنت أحب أشوف وشها. أحب أتكلم وأسمع صوتها. دي كانت البداية. والرحلة خدتكم بعد إنجلترا، خدتكم لباريس برضو دبلوماسيا؟ لا. أنا بقى قعدت في إنجلترا 4 سنين. ده غير أوكسفورد. تمام. والأربع سنين دول دبلوماسية. وزير مفوض. تمام. بعد أثناء ما أنا كنت في إنجلترا. أيوة. قلت أول فرصة ليا لازم أدرس دكتوراه. أنا مدام أنا طالعة من جامعة اسكندرية وأنا كنت بادية في الماجستير أكمل. تمام. فكانت في كانت في صعوبة. وقتها كانت في يعني مشاكل، كانت في يعني عدة عقبات بالنسبة للي جايين من الشرق. فكنت بروح برضو. أروح المكان اللي هو فيه بيسجلهم وكده، وأسمع وأقابل الناس المسؤولة
وكده ما عجبنيش الجو. وانا اساسي فرنسي. لان انا كنت في الليسي فرنسي قبل ما قبل ما ادخل الجامعه. تمام. فالانجليزي ده اتعلمته في انجلترا. فاقترحوا عليا ناس انا ما كنتش اعرف، قالوا لي طب ليه ما تغيريش، ما بلاش انجلترا، ما تروحي فرنسا. الله، ما انا قاعده يا جماعه في انجلترا واسهل لي. قالوا لي لا، هتتبسطي اكتر وهيبقى اسهل اكتر طبعا. بس فخططت بقى وكان لي اصدقاء في فرنسا في باريس، منهم الدكتور مفيد شهاب. يا دكتور مفيد كان تفعل اخذ الدكتوراه بتاعته من باريس. مفيد شهاب كان بيدرس وقتها في النهائي. يعني كان خلص تقريبا خلص دراسته وكان في السوربون. وكانت في استاذه ليا كانت درست لي في وانا في اسكندريه فرنسي، كانت رئيسه البعثه الفرنسيه، رئيسه البعثه المصريه في فرنسا. سهلت لي بقى الامور. الله. ده وده مفيد والست دي الدكتوره ناجيه كانت. فقالوا لي هتدرسي ايه؟ انا درستي فلسفه. ايوه. بدات في الفلسفه. عرفوني بقى على كبار الاساتذه في السوربون. الله. اساتذه الفلسفه. دي كانت مرحله رائعه. جميلة جدا جدا، لأن أنا شفت عادات وشفت تقاليد وشفت علم علم ملوش آخر. وشفت رقة وذوق وفن وأدب وفن. فكنت سعيدة جدا. كان النقطة إن أنا عايشة في لندن. فأنا عشان خاطر أدرس لازم أجي كل شهر. يعني أنا عايشة في لندن وبعدين أنزل أسبوع من الشهر في باريس. أقابل الأستاذ بتاعي اللي عينه لي اللي حدرس معاه ونتناقش ونعد اللي نقدر عليه وأعود مرة تانية. طبعا للعبة. أحيانا كنت بمد المدة لأن أنا حبيت باريس قوي أكتر. فجيت على لندن، يعني ما كنتش يعني كنت بقعد في باريس يمكن اكتر من لندن. طب عايزين نجري بالزمن شويه عشان الوقت، ونقول العوده كانت لمصر ازاي، والالتحام بقى مع الطبقه الثقافيه والادباء جه ازاي؟ نعم، يعني الرجوع لمصر وبعدين حضرتك تتعرفي على الطبقه المثقفه في مصر وتقربي منهم ثم يصبحوا اصدقاء، دي حصلت ازاي؟ ما انا اقول لك، لازم الاول اقول لك انا نزلت الاول من السلك الدبلوماسي ازاي. تمام. يعني انا خلصت باريس وبعدين رجعت تاني. لما رجعنا اتولى المنصب بقى كسفير. ايوه. ومع ذلك يعني استمريت فتره في اوروبا. وبعدين اتعيننا في طوكيو. قعدت فترة في طوكيو وسفارة برضو. وبعدين بعد طوكيو بقى رجعت مصر. اوكي. في مصر بقى اتغير المسار طبعا. في حاجات كتير قوي كانت يعني احنا حاطين صورة لحضرتك في طوكيو اهو وسط اليابانيين كلهم. ايوه. ايوه اتفضلي. ولابسه فستان سواري شيك كده جميل. كيمونو. ده كيمونو. اهو دلوقتي الكيمونو بان دلوقتي. بقى كيمونو. لان اليابان بلد رائع. واقول لك اكتر بلد اتبسطت وسعدت من جوه قلبي. يعني ارتحت قوي في اليابان. اكتر حتى من اوروبا. لان هم عندهم تقاليد شديده. وبعدين مؤدبين قوي. وبيراعوا الضيف. وكل شيء هناك غريب وجديد وجميل. طبعا. ومفيش قلة أدب. يعني مؤدبين جدا جدا. ومحدش يزعل حد. وحياتهم غريبة. وبعدين طبعا اتفسحت بقى.
رجعتي بقى من بعد طوكيو يعني رجعتي على مصر. واثناء ما كنت في طوكيو بقى كنا بقى الفار ايست كله. السفير في الفار ايست كله. كل اسيا بقى. فرحت طبعا هونج كونج، دي كنت كل يوم في هونج كونج. وبعدين تايلاند طبعا، وبعدين الفلبين، طهران، الهند، باكستان، كل البلاد دي. حضرتك شبعتي سفر بقى زي ما كان نفسك في اسكندرية تشوفي العالم، شفتي العالم. شفت العالم. ربنا حقق لي اللي الأمنية. رجعتي مصر. نعم. وسبتي مصر. جيتي حضرتك مصر. رجعتي مصر. رجعتي مصر بعد. ورجعت مصر. كلنا بقى على المشوار. التغيير ازاي بقى؟ ايه اللي هتغير في مصر؟ مصر اتغيرت خالص خالص. لكن انا بعشق مصر. مصر دي بلدي ونشأتي واهلي وحبايبي وجواها هو اللي بيناسبني. مصر 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 دي يعني حاجة تانية. البلاد التانية كلها جميلة، لكن كل سنة اتعودت ان انا اثناء وجودي في الخارج لازم انزل مرتين او ثلاثة مصر. لازم. فكانوا يستغربوا، يعني انت تسيبي العالم الجميل ده وتنزلي تقعدي في مصر؟ اقول لهم لازم اشوف مصر، ما تغيبش عني سنة. فكنت بنزل دايما مصر. طب حضرتك بقى يعني التقيتي بقمم في الادب والفن والتمثيل والغناء كله طبعا. كتاب حضرتك خصصتيه لمحمد عبد الوهاب. وحضرتك قلتي مقوله انه عبد الوهاب ما خدش حقه، رغم ان احنا كنا بنقول عليه موسيقار الاجيال وتكرم في كل حته في الدنيا، انما حسيتي حضرتك انه رغم كل هذه الشهره وكل هذا الحضور لمحمد عبد الوهاب انه ما خدش حقه؟ ما خدش حقه؟ والله لا، انا ما خطرتش ببالي قوي الجزئيه دي. لكن هو كان مختلف عن بقيه الناس. مش الفنانين بس. اختلف في ايه بالذات؟ اهم حاجه يعني كانت له نظره خاصه. يعني له نظره خاصه في البشر بوجه عام. هو ما كانش يحب يرتبط قوي بحد. يعني حضرتك اهو صورتك على الشاشه مع الاستاذ محمد عبد الوهاب. ده انت بنوته صغنطوطه خالص جنبه. ما انا عرفته وانا صغنطوطه. طبعا. انا اول ما رجعت على طول. لان انا من وانا صغيره احب الغنى. وبغني، كنت بغني في المدرسه وكده. فاغاني عبد الوهاب كانت بتشدني. كانت امي بتعزف بيانو. فكانت تعزف البيانو، تعزف لي مقطوعات عبد الوهاب دايما. خلتني حبيته. فلما كبرت اول حاجه انا نفسي اشوف عبد الوهاب. ما شفتوش الا لما رجعت من بره. في يعني ذكرى او ذكريات لا تنسيها لعبد الوهاب؟ ذكريات كتير قوي 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 قوي. قولي لنا حاجه كده. ما تضحكيش في التلفزيون. حدوته. طب المسموح بيه يعني اللي ممكن. افندم. اللي ممكن يتحكي. لا، اللي ممكن يتحكي ان هو اولا ده انسان غير عادي. ذكاء خارق. ادب جم. يعني انسان غير عادي. يعني ما فيش حاجه بتعجبه لكن ما يبينش. ده كان مجامل جدا. دبلوماسي الاصوات حتى اللي بتغني ما تبقاش قوي يعني يقعد يشكر فيها ويريح اللي قدامه. اللي 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 اللي, اللي, اللي بيغلط ما يقولوش انت بتغلط. ابدا. لكن يسايره. وبيننا وبين بعضينا نتكلم كتير. انا فرضت حياتي، فرضت نفسي على حياته. لان انا عشقاه من وانا صغيره قوي، وامي بتضرب على البيانو اغانيه. فلازم اعرفه. لازم. وعرفته الحقيقه في باريس. لما كان بيروح كل سنه بقى. بيروح كل سنه. وكان له
مكان في الاوتيل اوتيل كبير قوي الانتر كونتيننتال كان له جناح صح. مش جناح دور كامل بينزل فيه وانا كنت اروح احجز في الدور اللي جنبه هو كمان كان يحجز لي يعني في اي مناسبه من المناسبات سواء كنت في مصر او في طوكيو او في اي حته ما كانش زوجي عارض ولا اي حاجه او احيانا يجي معايا فانا كنت عاشقه لعبد الوهاب. من الشخصيات الثانيه اللي كانت قريبه لحضرتك جدا دكتور مصطفى محمود. طبعا. ليه دكتور مصطفى محمود وايه طبيعه التعارف جات ازاي؟ التعارف برضو مع عبد الوهاب من خلال عبد الوهاب. مصطفى محمود وعبد الوهاب كانوا اصحاب لكن كان في انتقادات كانوا بينتقدوا بعض لكن يعني كان في نتيجه للانتقاد ده بتطلع بيخرجهم باشياء بفلسفه خاصه الله حلو تنفع ده. الناس حلو قوي قوي فانا كنت بقرا كتير لمصطفى محمود مصطفى محمود دين ناحيه الدين انا بقى يعني دخلت في الدين قوي في فتره من فترات حياتي كان من ضمنهم بقى الدكتور مصطفى محمود كان في الشيخ عبد الحليم محمود طبعا كان في الـ يعني كان في عده ناس من الكبار المتدينين دول مصطفى محمود كان معقول عن 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 المتدينين قوي فكنت بتفاهم معاه اكتر هو كان صديق عبد الوهاب لكن مش الصداقه اللي هي صداقة فكرية الواحد هيقول أسرار الناس يعني طبعا عبد الوهاب فيري شيك وبيكلم لغات ويعرف ازاي جامل مصطفى محمود لا مصطفى محمود كان شعبي يعني وبعدين يعني مثلا ما يقعدوا على السفرة نتغدى انا كنت بتغدى معاهم يقول له لا كده لا طب دكتوره دي اسرار ما اعرفش لا لا الاسرار دي ما لازم حطيتيها برضو في كتبك يعني شويه شويه كده احكي لنا حواديت دكتوره لوتس يعني هل كان في تنافس في الوقت ده بين انيس منصور والدكتور مصطفى محمود على صداقه عبد الوهاب زي ما كان الاستاذ انيس بيكتب ويقول أنيس منصور تقصدي إيه حضرتك؟ كان في يعني هما الاثنين بيتنافسوا هو والدكتور مصطفى محمود على صداقة محمد عبد الوهاب؟ لا كان الدكتور مصطفى هو الأقرب يعني لعبد الوهاب كان هو الأقرب عشان مصطفى عشان الدين الدين عبد الوهاب كان متدين وكانت الصلاة ما تفوتهوش ولا دقيقة فكان بيلجأ أحيانا لمصطفى محمود عشان يسأله في الدين يفسر انما انيس منصور مش متدين لا ما معروفه فكان في شقاق كان في اختلاف يعني كان في ما كانش في تفاهم طب لكن ده حاجه وده حاجه لكن في حياه حضرتك بقى يعني بعيدا عن عبد الوهاب كان في يوسف السباعي واحسان السباعي ده حاجه تانية خالص احكي لنا ده كان قبل دول كلهم قبل قبلهم يعني انا لما عرفت الناس دي كنت يوسف السباعي ده اول واحد عرفته في حياتي انا عرفته وانا عندي 16 سنه من خلال معرفه عائليه يعني ولا لا هو انا كنت بقرا له بقرا دايما وبقرا كان في حاجه اسمها مسامرات الجيب ايوه طبعا ايوه ايوه الجيلي انا يعرفها دي مسامرات الجيلي كنت فيها وانا كنت صغيره كنت في الثانوي فكنت اقعد اقرا له وبعدين في يوم من الايام انا اسكندرانيه في يوم من الايام قالوا ان هو جاي اسكندريه قلت اشوفه لازم اشوفه اللي بيكتب الكلام الجميل ده انا عايزه اشوفه فروحنا البوريفاج عرفنا ان هو هينزل في البوريفاج انا وزميلاتي ايوه كانوا زي كده برضه وصغننين يعني كلنا كنا 17 سنه 16 سنه وقفنا قدام باب البوريفاج لغايه ما السياره الفارهه جت ونزل منها
إنسان جميل جدا وكان وسيم جدا فارس حقيقي وفارس ولابس لبس الفروسية والسلاسل الذهب نازلة والبنطلون اللي منفوخ وضحك لنا وكان دايما يضحك الابتسامة دائما لأنا كلنا إحنا إيه 3-4-5 هجمنا عليه فضحك ورحب بينا أنتم مين وبتقولنا له إحنا جايين نشوفك انا عرفنا ان انت هتنزل هنا وجينا عشان نسلم عليك بس قال طب اتفضلوا معايا ودخلنا معاه البوريفاج قعدنا حوالين ترابيزه وتطلبوا ايه تاكلوا ايه تشربوا ايه مش عارف ايه انا بقى عن نفسي اتلجلجت من كتر اعجابي بيه ومن كتر ما انا يعني خايفه اقول اغلط او حاجه قدامه انا عايزاه يتبسط مني فتشربي ايه تاكلي ايه مش عارف ايه قلت له لا قال لي لا ولا لا ولا لا ولا لا لا مش عارفه اقول ايه وبعدين طلب لي شاي بس والباقيين بقى يعني زي بقى اي حاجه وبعدين كلمني كلام كنت متلجلجه الحقيقه مش فاكره قلت له ايه وقال لي ايه بس قلت له انا قريت لك وحبيت اشوفك بعد كده بقينا اصحاب قوي 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 قوي. حضرتي فرح واحنا لسه عارضين صوره لفرح الفارس النبيل الاستاذ يوسف السباعي اهي الصوره بتاعته على الشاشه حضرتي الفرح بتاعه ولا كنت مسافره بره؟ لا حضرت ايه بقى ده فرحه ايه ده كان متجوز وقتها كان متجوز كمان ده كان متجوز ومخلف لما شفته بيسا بقى طب احسان عبد القدوس كان ليه نفس الواقع كده عند حضرتك ولا ده قصه تانية؟ احسان حاجه تانية احسان قصه تانية خالص ايه بقى لان احسان احسان مش مجامل صح مش زي يوسف السباعي يعني. يوسف يبتسم على طول ويرحب ان شاء الله بالشحات يسلم عليه احسان صريح ما يعني اللي في قلبه على لسانه وما يجرحش وفي نفس الوقت ما يجاملش انت لابسه كده ليه لا ده وحش اتكلم مثلا في موضوع معين يقول لي لا ده كذب اللي قال الكلام ده كذب يعني يواجهني لا قولي حاجة تانية غير كده وساعات مثلا يقول لي لبسة كده ليه ما تغيري لبسك أنا لبسة متشيكة على الآخر طالما تتشيكيش خليكي طبيعية خليكي عادية وبعدين احيانا يضحك ويقول نكت بقى وبتاع يعني حاجه تانية احسان حاجه تانية وجميل يعني شوفي ما اقدرش اقول لك ده قد ايه عزيز عليا والتاني قد ايه اعز كمان عليا الاتنين دول يعني صوري لما تبقى القمم دول هم يعني اللي احنا نسمع عليهم يبقوا متواجدين في حياتك نروح بقى ليوسف بيه وهبي يوسف بيه وهبي ده قصة تانية كمان قوي اتفضلي والله يوسف وهبي قابلته في لندن أما كان جوزي وقتها سفير كان بيتعالج يا حرام بيعالج رجله مش عارفة انه كانوا ضربوه ولا حاجة زي كده بالرصاص أو يعني كان عنده حاجة مش مظبوطة وكان ساكن قريب من السفارة فقلت والله أنا بقى ده يوسف وهبي من وأنا طفلة أشوف الأفلام بتاعته وأنا طفلة وسامعة عنه وعارفاه عملاق أنا عايزة أشوفه ما بتزهقيش من لو الأحلام بتتحقق تحقق كلها خدت بعضي ورحت البيت في وشنا قريب البيت واخد شقة وطلعت لقيته ماشي وماسك عصاية وبيعرج ومش عارف يمشي بص وراه كده لقاني قام ضحك قال لي انت عايزة حد قلت له
قال لي مين؟ قلت له انت. واضحة. اوكي. قال لي انت عايزاني ليه؟ قلت له انا عايزة اشوف يوسف وهبي. وعرفت انك ساكن هنا. قال لي طب اقعدي. انت مين بقى؟ وي 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 وي. تعارف بقى. تعارف. جت مراته. ست جميلة جدا جدا وانيقة واريستوكرات. من عيلة كبيرة قوي. وشيك. قعدت تضحك وتتكلم معانا وبتاع، وكانت بداية الصداقة. كل يوم هو يجي لنا لأنه هو هيقابل عندنا ناس كتير. وفعلا كان بيلتقي بقى، ده دي سفارة، فسفارة دايما بيجي فيها ناس كل أنواع الناس، كان بيتعرف بيهم بقى، وكان بيقعد احكي لنا حكايات، قول لنا الفيلم ده الفلاني، اعمل لنا مش عارف ايه، كان يمثل ويضحك وينكت، وبقينا اصحاب. مش عايزين ينتهي اللقاء مع حضرتك يا دكتورة لوتس من غير ما نجيب اسم فريد. مين؟ اسم فريد على قلوبنا، يعني الملكة فريدة. قصة فريدة صداقتك يعني بالملكة فريدة يعني قصة ملهمة جدا. جدا. أنا حبيت فريدة وأنا طفلة. كنا بنركب، كان وقت الملكية بيعملوا احتفالات ويبقى فيه عربيات حنطور في اسكندرية. فكنا نركب، العائلات تركب الحناطير وتلف في الشوارع عشان تشوف الموكب الملكي. فأنا كنت ببقى صغننة كده وقاعدة على حجر أمي وأبص على المواكب. موكب الملكة وموكب الملك. دي كانت البداية. حبيت الملكة. إحنا كنا ساكنين على البحر. فكان هم عندهم عربيات حمراء. القصر الملكي كان ممنوع الا بس الاسره الملكيه اللي عندها عربيات حمراء. فكنا نبص من البلكونه عشان نشوف العربيات الحمراء دي وهي رايحه وجايه رايحه وجايه قدام البحر وكده، وانا نفسي اشوفها. طيب كانت على كراسات المدرسه. وانا في المدرسه كانت الملكه صورتها على الكراسات. قمر والله على الشاشه صوره ليها قمر. كانت على الكراسات، فكنا يعني مرتبطين بها نفسيا. لما كبرت ولم يخطر ببالي في يوم من الايام ان انا رح التقي بها. فالتقيت بها وانا في لندن. انا في لندن وسافرت باريس. طبعا من ضمن الدراسه بتاعتي كنت بروح باريس. فقالوا لي الملكه فريده النهارده بتفتتح معرض فني. قلت لهم هي هنا؟ قالوا لي هي ساكنه هنا. ساكنه في باريس. كانت وقتها وقت بقى مثابه الملك وحياتها اتغيرت واتقلبت وطبعا عانت وتعبت قوي في لبنان، وبعدين جت لها الفرصه انها تروح فرنسا. راحت عشان تشوف ولادها. ولادها كانوا في سويسرا. حدوته طويله، الحدوته تانية بقى ما تنفعش النهارده. لا لازم. مش هتنفع النهارده بس هتنفع في مره تانية. ان شاء الله مره تانية بقى هتزهقي لانها طويله قوي. لا. لا مش هنزهق ابدا من كلامك يا دكتوره. الله يخليكي. بس ف تعرفت عليها فشفتها. فريده بقيت بحلق لها كده وابص في وشها. وشها جميل. قمر. وبسيطة. مش متكبرة ولا حاجة. وبتسلم على الناس وبتضحك وبتقول لهم أيوة ده كذا وده، وبتشرح اللوحات وكده. دي كانت أول مرة. قلت أنا نفسي أسلم عليها. يا جماعة وزقهم. طب أنت مرات سفير طبعا هتسلم عليكي. قلت لهم سفير ولا غيره. أنا واحدة ست معجبة بيها. زقتهم أو زقوني ورحت قلت لها انا عايز اسلم عليكي. سلمت عليا وضحكت لي قوي وقالت لي انت مين؟ قلت لها انا واحده بحبك. انت فين؟ قلت لها انا ساكنه لندن. قالت لي خلاص لما تيجي باريس ابقي كلميني. وده تليفوني وده كذا كذا. ببساطه.
عرفت ان انا دبلوماسيه وان انا يعني كلام كتير مش عايزه احشر يعني اضيع الوقت. وبعد كده سافرت مصر، اتنقلنا بقى اتنقلنا من لندن للكويت. وانا بقى انا على طول عندي العاده ان انا في اي بلد رحتها لازم انزل مصر مرتين ثلاثه. مظبوط. فنزلت مصر، نازله من نزولات مصر ماشيه، انا ساكنه في المعادي، فبتمشى، كان وقتها بيقطعوا الاشجار وانا عندي المجله بحارب كل شيء بيضر مصر. فكنت ماشيه ومعايا واحد عشان خاطر يظبط الناس اللي هي بتقطع الشجر وتبوظ الدنيا دي. واحنا ماشيين على الرصيف كده لقيت قاعه مفتوحه، يعني سلم كده واوضه، وفي واحده ست جميله قاعده في الاوضه. قعدت ابحلق، قلت الله الشكل ده انا عارفاه، مش ممكن. راح زقني اللي معايا ده قال لي دي الملكه. ملكه؟ مش ممكن. طلعني. قال لي لا ممنوع تطلعي. قلت له لا هطلع. طلعت السلم ودخلت. قلت لها جلاله الملكه. قلت لي عرفتيني منين؟ قلت لها ازاي ما عرفكيش؟ ده احنا اتقابلنا. قلت لها ما عرفكيش ازاي؟ من غير من وانا من فتحت عينيا وانا اعرفك. عرفك الملكه. بس قالت لي اقعدي. قعدنا نتكلم. دي كانت بداية صداقة طويلة جدا وتفاصيل كتير جدا عن يعني زملت حضرتك فيها فترة طويلة كتير. مهمة، بس هيكون لنا لقاء خلاصة أكيد. خلاصة الحاجة الأهم حاجة إنها قالت لي أنت في المعادي وأنا في المعادي. أنا ساكنة في شقة في المعادي صغيرة. وأنت ساكنة، قلت لها أنا عندي فيلا كبيرة شوية. قالت لي أنا عايزة أشوف الفيلا دي. قلت لها خلاص. خدنا معاد تاني يوم وجات لي. جات الفيلا، اول ما شافتها قالت لي في بدروم عندك كبير قوي. يا خبر ابيض. قلت لها قالت لي ده انا هعمله جاليري. مرسم. ودي كانت البدايه. الله. انها عملت الجاليري بتاعها تحت في فيلة حضرتك. وجابت صور بقى وجابت ناس وكمان حضرتك فتحتي نفسنا نشوف الصور ونسمع اكيد تفاصيل كتيره، لانه فعلا علاقه حضرتك بالملكه فريده اللي عملت لها كتاب، وزي ما حضرتك بنستعرض مع حضرتك دلوقتي صور حضرتك معاها، هي ملكة لقبا وفعلا حقيقة في نبل أخلاقها وجمالها. يعني ملكة القلوب. صحيح. احنا لما طلقها الملك فاروق، بتذكري يا دكتورة لوتس، خرجت مدارس البنات في الشوارع عملوا مظاهرة ضد الملك فاروق عشان ساب الملكة. صحيح. فاروق. قصص كتير لازم نسمعها من حضرتك بقى. أكيد مرة تانية حواديت كتير. طب الله. أنا عاملة 6 كتب عن الملكة. لازم تشوفوهم. خلاص ونسمع. احنا هنقعد نقراها كلها، والمره الجايه بقى حضرتك تخصص لنا الوقت للملكه فريده. الدكتوره لوتس عبد الكريم يعني جميله فتره الزمن الجميل. ربنا يبارك لك في عمرك، ربنا يديكي طولة العمر وتمتعينا دايما بكل حواجيتك. شكرا للاديبه والكاتبه القديره الدبلوماسيه الاستاذه العظيمه دكتورة لوتس عبد الكريم. شكرا ليكي حضرتك ونورتينا. شكرا لكم. ألف شكر. فاصل ونرجع بفقرتنا الأخيرة، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفقرة دي بنتكلم عن الرياضة لفئة محددة، فئة الكبار. هل ممكن الواحد لو ما كانش رياضي يبتدي رياضة؟ ليه الرياضة مهمة في المرحلة العمرية دي، عكس ما ناس كتير معتقدة انه خلاص اللي اتعلم اتعلم واللي لعب لعب؟ لكن قد ايه هي مفيدة لحركتهم، للدورة الدموية، للاتزان، وازاي بأبسط الأشياء ممكن يمارسوا الرياضة من غير ما يضطروا ينزلوا أماكن صعبة أو تكون رياضة جديدة؟ دكتور مصطفى محمود هو مدرس واستشاري العلاج الطبيعي، ضيفنا في هذه الفقره. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يا دكتور، عايز الكبار السن يعني اللي زي حالتنا يعملوا رياضه واحنا معرضين طول الوقت للسقوط؟ هي بالعكس، ده هو المشكله. لما يجي نقول مثلا لحد في الخمسينات، حتى مش هقول لحضرتك ستينات وسبعينات، اقف على رجل واحده يقول لي ليه انا هلعب باليه مثلا او حاجه، في حين ان احنا المفروض ان انا بحتاج الوقوف على رجل واحده عشان اطلع على صيف.
صح. انا المفروض اقف رجل واحد على الارض ورجل في الهواء عشان تطلع تاخد الخطوه. فمن متطلبات ده هو ان انا اعرف اوزن نفسي على رجل واحده عشان اطلع على السلم او على الرصيف مرتاح. غير كده سهل اكون معرض للانزلاق فيحصل موضوع ده العكس بقى زي ما حد بيك يعني. طب قد ايه مهمه ممارسه يعني الرياضه علشان موضوع الاتزان ده؟ نبتدي بموضوع الاتزان وايه انواعها يعني يعملوا ايه؟ هو انا عشان خاطر يعني لازم يعرفوا اصلا مخاطر النقطه ان انا ممكن لما واحد يقع هيحصل له كبار السن كتير معرضين لكسور الفخذ. وكسور الفخذ من حاجات اللي تبقى صعبه شويه ان هو عقبال ما يحصل التئام او لو عمل حتى عمليه عقبال ما يرجع يحمل تاني على الارض ويمشي ويرجع لممارسه حياته بيبقى فيه شويه مخاطر واحتماليه فرق طول في الرجل وعضلات بتضعف وبيبقى الموضوع فيه مجهود شويه وصعوبه. فانا ممكن اتفادى الكلام ده بسهوله. اتفادى بسهوله من ضمن الحاجات دي ان انا احسن سرعه رد الفعل بتاعتي. دي بيبقى ليها تمارين زي ان انا اقف على رجل واحده والمفروض ان انا اكون بعرف اوزن نفسي وانا واقف على رجل واحده. كل ما تزيد المده وتزيد المده والرجل اللي واقف عليها على الارض تكون ثابته ما يبقاش فيها حركه كتير. ده معناه ان انا بوزن نفسي افضل. طيب عاوز اقول لحضرتك ان المفروض ان مثلا لو حد عنده 50 60 سنه عادي جدا ان هو يعرف يا دكتور و70 على فكره معاه اوريدي في حالات بيوصلوا له عادي بيكون سنه 60 و70 سنه وبينط عادي جدا والله ويبقى جاي معتقد ان هو عنده خشونه ركبه ملهاش حل. عاوز ان في حاجه اسمها جرين ووردز يعني كلمات الكلمات دي تكون هي المعبره. مثلا لما المريض يقول لحضرتك انت حضرتك عندك خشونه والعظمه ما ياكل في بعضه دي كلمه بيبقى تاثيرها سيء على المريض طبعًا. اسوأ من الخشونه نفسها طبعًا. ليه؟ هو عمال خايف ان الركبه بتكحت في بعضها طول ما هو ماشي في حين ان حتى علميا الكلام ده غير صحيح. فاللي بيحصل ان المفروض ان احنا بنشجع المريض على الحركه حتى لو قلت له ما تقعدش مثلا قعده تشهد او ما تنزلش سكوات كتير بتبقى فتره مؤقته فتره الالتهابات بس مش للابد يعني مش راح ابديا من قعده بالعكس أو. المجال الحركي بتاع الركبه الصح ان احنا بنحافظ عليه كامل طول فتره حياتي قدر المستطاع. فما ينفعش يبقى معظم وقتي مقضيه لا اما على كرسي كنبه من كرسي عربيه ركبتي ما بتتنيش للاخر بالعكس ثانيه الركبه للاخر مهمه. فلو حد حتى ريح منها فتره بتبقى فتره مؤقته ولازم يستعيد المجال الحركي كامل للركبه فده تمام. الصح. ونقطة تمارين الاتزان لازم بيبقى معاها تقويات لعضلات السمانة وعضلات الحوض وعضلات البطن والظهر بنحافظ عليهم بتمارين بسيطة ممكن نعملها في البيت. طب قول لنا كده تمرين احسن وقتنا خلص للاسف زي ايه يعني زي ايه يعني لانه حكايه انه يقف على رجل واحده دي برضه شغلانه يعني مش صعبه. انا لو في عنده نبتدي بكرسي مثلا ممكن نحط كرسي جنبه ويبدا حتى يمسك في الكرسي ويقف على رجل واحده بدا ياخد الثقه دي يبدا يعملها قدام حيطه. الكرسي وانا ماسك بيبقى اسهل من وانا بعمل قدام حيطه ايديا ممكن تتزحلق على الحيطه فبالتالي الزحلقه دي بتدي صعوبه اكتر شويه. فمش هعرف ارمي وزن كتير على الحيطه فيبقى ده التدريج اللي بعده. بعد كده ببقى ببعد عن الحيطه شويه بس قريب عشان لو جيت اقع اسند على الحيطه برضه. فبحاول ازود المده في الاول بقف 10 ثواني بعد كده اقف على رجل واحده يزيد لي 20 ثانيه يزيد لي 30 بدات اعرف اعمل ده ببدا ادخل عامل ان انا ممكن اقف على رجل واحده واحد في الحقيقة مثلا كوره واستقبل كوره فتغيير الاتجاه بتاع الحركه هيصغر كده 20 سنه هيصغر كده والله 60 سنه و70 سنه بتلعب معاهم الالعاب دي وبتساعد معاهم في الاتزان كتير ويبقى الموضوع فيه مرح كمان ليهم يعني هو حقهم ان هو ايه المشكله لما يلعب زي كده وينبسط بس. فده من الحاجات اللي احنا بنعملها للاتزان مهمه جدا وبتقلل مخاطر الوقوع. وخلي بالك مخاطر الوقوع مش مجرد الكسور وبس لا بتقلل احتماليات بعض الكسور بتزيد احتماليات الوفاه بشكل كبير لان في دهون في عظمه الفخذ بتساعد يحصل فيه جلطات وتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي. فكل ما يبقى فيه وقايه من السقوط كل ما يبقى افضل لان انا يعني يبقى ان شاء الله حياه صحيه اطول وسليمه اكتر وفيها معافاه باذن الله. يعني مهم جدا اللي حضرتك قلته دكتور مصطفى محمود مدرس واستشاري العلاج الطبيعي قال لنا ان ممكن بالتدرج نحصل على الاتزان وتقويه العضلات ومفيش سن يحدنا ابدا. نشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعلومات القيمه. فقرتنا الثانيه انتهت ومعها البرنامج. بكره فريق عمل جديد ويوم جديد. الى اللقاء.